إلى محافظة حجة، حيث واصل الجيش الوطني التقدم شرق مدينة حرض في المحافظة، محرزا تقدما ميدانيا جديدا حسب ما أفاد به مصدر ميداني. وقال المصدر إن قوات الجيش حررت اليوم السبت قرى كرس وهاب التابعة لمديرية حرض وسط خسائر كبيرة تكبدتها ميليشيات الحوثي الانقلابية. وجاء التقدم الجديد بعد أن فرض الجيش سيطرته أمس الجمعة على جبلي المحاصم والحصنين الاستراتيجيين، بالإضافة إلى قرى الحوثلة وراحة وأم الغرف والمشارفة والفرشة ودمنة يومين ورهب. وللحديث عن هذا التقدم الميداني في حجة ينضم معنا العميد محمد الخولاني، ركن التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة احتياط. سيادة العميد، أهلا وسهلا بك، ما هي آخر المستجدات العسكرية في مديرية حرض؟ أهلا وسهلا بكم أخي الكريم، ونتشرف معكم في قناة يمن شباب. طبعا آخر المستجدات انتصارات كبيرة وعظيمة يحققها أبناء المنطقة العسكرية الخامسة واللواء الأول قوات خاصة، السيطرة على السلسلة الجبلية شرق مدينة حرض بالكامل والمطلة على الخط الدولي حرض المملكة العربية السعودية الحديدة. أيضا القوات الخاصة كما ذكرتم في تقريركم يعني حقق إنجازات كبيرة جدا، من جانبها أيضا وحدات المنطقة العسكرية الخامسة من الاتجاه الجنوبي أيضا تمددت باتجاه بقية مديرية حرض، أصبحت الآن المنطقة كلها تحت السيطرة. الميليشيا التي توجد الآن في حرض هي محاصرة تماما ولن تستطيع الصمود كثيرا، ليس لهم خيار إلا إما أن يسلموا أنفسهم أو أن يموتوا جوعا لن يصل إليهم شيئا، أو أن يقتلوا أيضا في حالة عدم الاستسلام بتطهيرهم من قبل القوات الجيش الوطني من اللواء القوات الخاصة وأبناء المنطقة الخامسة. كم هي المسافة الفاصلة بين محور الجيش في شمال شرق حرض ومحور حيران جنوب حرض؟ الآن أصبحت القوات في حرض والقوات في المنطقة الخامسة شبه ملتحمة، السيطرة النارية من الطرفين موجودة، يبقى في مسافة 1000 يعني كيلو ونص أو 2 كيلو يتم السيطرة عليها ناريا. الآن الميليشيا استخدمت في هذه المنطقة كثير من الألغام والعبوات الناسفة، فرشت الأرض، يتم التطهير والتقدم تدريجيا بحيث نستطيع الحفاظ على سلامة المقاتلين. نعم. وأيضا الحفاظ على المواطنين الذين هم في المناطق المتواجدة اللي كانت تتواجد فيها الميليشيات وفرت هاربة. نحاول أن نصفي ونطهر الأرض من الألغام لكي يبقوا في سلامة إن شاء الله. الآن قبل قليل حصلت فجر الحوثيون بعض المنشآت والمدارس والبيوت قبل هروبهم من المنطقة. نعم. الميليشيا الآن تقوم بجرائم ضد الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها، كلما دخلنا قرية يحكوا لنا الأهالي مآسي وجرائم لا يستطيع أن يتحدث بها الإنسان الذي يحمل أخلاق، يعني جرائم كبيرة ترتكبها هذه الميليشيا. نحن الآن نقوم بعملية توثيق كامل وأخذ شهادة الأهالي ورفع قضايا ضد هذه الميليشيا ومن يقومون بها من المشرفين، وكلهم إن شاء الله ستطالهم العقوبة عاجلا أو آجلا. نعم، العميد محمد الخولاني، ركن التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة احتياط، كل الشكر لك.